التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي شدد على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بشأن غزة، وجدد التحذير من أن استمرار الحرب في القطاع سيكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شدد الرئيس السيسي على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسة الوزراء الإيطالية ثمنت الجهود المصرية للتهدئة وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة. كما شهد الاتصال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وقد أبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، حسبما قالت الخارجية الجزائرية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة واتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاض لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يعد هناك نظام صحي عملي في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلة الآن. وعبرت المنظمة في بيان عن أسفها لأن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أنه يتعين على أفراد الطاقم الطبي الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدات الطبية.
ومشاهدينا الكرام، انتهى هذا الموجز الإخباري، وعودة من جديد إلى زميلي باسم لاستكمال فقرات هذا الصباح.